إن المراهنة على اندثار هذا الدين بشعائره وفرائضه بل وسننه مراهنة خاسرة، لم يفز بها أحد منذ زمن أبي جهل البعيد وحتى زمن أتاتورك القريب، ولكنكم تستعجلون. إن الإسلام لا يموت، ولكنه يمر بفترات تمحيص ينجو منها الصادقون ويسقط مرضى القلوب فيها في أوحال الانتكاسة. فاصبر واحتسب، فلست خيرا من بلال ولست خيرا من سمية. لا آلام أشد من آلام قلوب المنتكسين إذا مرت بآثار خير رسمتها، بمحاريب بالعبادة ملأتها، بنفوس إلى الله أعادتها، تتوالى الذكريات كالسكاكين تطعن القلوب المنتكسة. فرفقا بقلبك ما تزال الأمة بحاجة إليك. ستمر بك أيام عجاف، القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر، سيحزنك الواقع وتؤلمك المناظر. تلك المشاعر عظيمة عند الله ودليل خير وقر في قلبك، لا تنحرها بسكين الانتكاسة، بل اجعلها وقودا يساعدك على الثبات في وجه الفتن. لا يغرنك في طريق الحق قلة السالكين، ولا يغرنك في طريق الباطل كثرة الهالكين. أنت الجماعة، ولو كنت وحدك كن غريبا، وطوبى للغرباء. صدقني، أن تكون متخلفا في نظر المجتمع خير من أن تترك التمسك بدينك وعقيدتك، بل أن تسقط من الحياة بأسرها خير من أن تسقط من الالتزام والغيرة والحياء. خروجك من قافلة الخير لا يضر أحدا باستثنائك أنت، وجودك فيها فضل من الله ونعمة أنعم بها عليك، والخروج منها هو الخسران المبين في ثوب مواكبة العصر والزمن الجديد. تسير شريعة الرحمن غير آبهة بأسماء المتخاذلين، تسقط أسماء وتعلو أسماء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.